ما في مكونات كثيره، خميره وملح ودقيق، ما في شيء. هذا اللي بصلح اليوم مثل ما شفتوا تو بالفيديو، اللي بصلح باجيت، بس الباجيت مو بس على المكونات، الباجيت على تكنيك اليدين، كيف تفردها، كيف تعجنها، كيف 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 كيف. فانا يعني بتعلم معكم الحين، فاذا صارت غلط عادي، يمكن مره ثانيه مره ثالثه الين تضبط معنا، بس ان شاء الله انها بتضبط من اول مره. على طول ببدا ايش بالدقيق، طبعا بستخدم بس نص كيلو مع الخميره والملح كله مع بعض، سوي ميكس وبدي انزل الموية عليه، سهلة صح ولا لا؟ بخليها كذا القوة هذه كذا النص مدة 4 دقائق تعجن، بعد 4 دقائق بتقوي عليها كذا، تزيد عليها لهي درجتين تقريبا خلاص، وتخليها مدة تقريبا 7 دقائق كذا خلاص، عشان كذا جاهزة. الحين بحطها في البلاستيك هذي، شوفوا كيف طالع معي، نزلها تصير ماسكة شوي، شوف تنزل حبة حبة، شوف ايوه خلاص. طبعا اللي ابغاه الحين ابغى اقسمها على 3 تقريبا، هذه الاولى، هذه الثانيه، هذه الثالثه، وما يصلح ترى اساسا نلعب بالعجين عشان ما تطيح بعدين يروح شغلنا هباء منثورا. اول شيء بشيل الدقيق، لازم اشيل الدقيق ونقطه من المكان هذا كله، كذا المكان عندي ما في دقيق. احتاج عشان اسوي الباجيت احتاج بالشكل هذا، اضغطها كذا شايفين، اوكي خليها كذا بالشكل هذا طولي، ها بعدين في الفرد اهم شيء بالفرد تفرد وتفتح يدك زين، تفرد وتفتح يدك، ترجع تفرد تفتح يدك عشان تكبرها كذا بالشكل هذا. خلاص كذا الحين عندي جاهزة، حطها شوفوا هنا شايفين الغازات اللي طالع فيها، ناجحة إن شاء الله. خلاص كذا بعد ما ارتاحت تقريبا 30 إلى 40 دقيقة، عندي الدقيق انا بجيبه فوقه، الشكل هذا، بعدين الشكل اللي انت بيه تجميلي طبعا، شايفين؟
كذا البقت جاهزه عندي، بس ابغاكم تشوفونها من جوا. شيء واحد. شيء ثاني، طريقه التقطيع حقت البقت بنقطعها كذا، شايفين الزاويه هذه، عشان خلينا نقطعها بس عشان اوريكم، شوف كيف طالعه. طبعا قاطعها كذا، شايفين كيف قاطعها كذا عشان تاخذ حشوه زياده، شايفين؟ وكل ما دخلت زياده كل ما صرت تاخذ حشوه زياده اكثر البقت. حطيت الحشوة حمص بالافوكادو، هي جاهزة كذا. كريسبي من برا ولينة من جوا، حلوة مرة.